سعيدة جدا بتشريف سادة النواب اللي هم بيمثلوا المواطن والمستثمر في المحافظات المختلفة. توقيت أكتر من ممتاز بعد ما يعني صدق اللجنة الوزارية الاقتصادية أمس على اللائحة التنفيذية، فطبعا احنا في التزام اللي احنا أكدناه للسادة النواب في الجلسة العامة وقت مناقشة القانون، وطبعا في التزام بالمواد القانون واللوائح اللي موجودة في اللائحة التنفيذية. هما الهدف الرئيسي زيادة عن حريصين ان احنا بالفعل يكون في تيسير الاجراءات على ارض الواقع، لان احنا زي ما احنا كنا عارفين وبحب دايما اكد القانون واللائحة دول لا يكفي، وطبيعة الحال هو التنفيذ على ارض الواقع وتيسير الاجراءات. وطبعا انا سعيدة كل الجهات اللي هي ممثلة هنا 74 جهة الحمد لله بدينا مرحلة الميكنة، بس لسه قدامنا برضو يعني خطوات كثيرة إن شاء الله يحصل تطوير في الفترة القادمة. هذا الدور بيخص تأسيس شركات، غير إن في تأسيس أونلاين ممكن من خلال صفحة الوزارة بنقدر نأسس، والحمد لله بنجمع آخر اليوم كل الاقتراحات والشكاوي اللي بتقدم عشان دايما يكون في تطوير لهذا المركز. فطبعا أنا سعيدة جدا بالزيارة للجنة الاقتصادية من البرلمان وسيادة الرئيس عمرو غلاب والنائب مدحت شريف هنا متواجدين معنا بكل المجموعة، وطبعا روح الحماسة كلنا يعني هدف واحد ان احنا تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ويعني ده تأكيد لإيماننا بان المشاركة من القطاع الخاص يكون لها دور مهم كبير جدا في توفير الوظائف في زيادة الانتاجية لبلدنا بإذن الله.